بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم جهشتن أي ببشكش كرنا خلت يكادي برنامج ما تفسير سورة الحجرات. جارة دي تري خلق بوري ما بحسي في آياتيكر آياتا حفت يا سورة الحجرات. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. طبعا في آيات دا رب العالمين بيجت ما قالي خدان إيمانا بزانا بيغنبري خدي النفودة. واعلموا أن فيكم رسول الله بيغنبري خدي صلاة خدي السربن ينفودة، بل كي يفقى بيش بيغنبري مري صلاة خدي السربن، وإنما بيغنبري مري بس رب العالمين بحسي سنة بيغنبري نبحسي كلاخي بيغنبري، وإنما سنة وي حديثة وي أو تشتوي قوتي همير ناف مدى همي يهي ناف بسرمان هذا. لو يطيعكم في كثير من الأمر أجر بيغنبري خدي قوه قبضة و ديالة تشتادا هند كابن يعني نخوشي دا عجزي دا أو بيغنبري تشنابت أو قوه قبضة و بس بيت رب العالمين هو صح أسكر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. رب العالمين حجكرنا إيمان كرد لي ودا هين جو خدم بيغمبري هين شو تشتدي تري جو خاندن كسيدي تري. وزينه في قلوبكم رب العالمين أف إيمانك كشخكر وتذكر الدلي ودا قلب شندي رب العالمين حجكرنا فيانا إيمان كرد لي وبصرمانا دا ما بصرمانا دا ويا كشخكر ويا تذكر وتشتش وكيو مظنينا رب العالمين برامبري ويتشندجي وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. رب العالمين كريتيا يا كفري ويا يعني سرداتشوني فاسقية ويا نجهداريا خذي أفيال دفوة كريت كري بصرمان وقتي قلناها كت كتن يعني بوي نخوشة نفسيا نخوشة في تشتي بكت. أولئك هم الراشدون أري أفيد قو قدم بيغنبري خذي الصلاة خذي السربن وأفي خذي إيمان شيرين كحجي كرناوي كري الدليدا وكشخ كري وتازا كري ورب العالمين دلي في خدان إيماني كفر كربتو جيفا كرين ها أفيد فان شولا بكن أولئك هم الراشدون. أفا نية الراشد الراشد شنا يعني أفيد تي قهشتين ناضج أفيد قهشتين أفيد تشتيت زانن وكي رب العالمين آيات القرآن بمات بيجتن بحسي إيتيمات كتن بشتن مال إيتيمي نزان التصرفتي ذا بكتية بچيكا حتى ما ظنت بتزانت باشي وخرابي تشيه فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. هكر وديتن كأف إيتيمي شليهاتي يب عقل كتيد زانت كادي شوى تصرفت مالي خداكت شنكا مالي خبدني. إذن رشاد تشيه الرشد أفاياكو إنسان باشي وخرابي جيك فرق بكتن. رب العالمين في آيات دب ما في بحثت كت. واعلموا أن فيكم رسول الله بيغنبري خدي الجلوة. إذن هندي دنيا هيا همية أي رع عقل وزاني نتيجة تنتوانا دين رخكي ويا بيغنبري خدي صلاة خدي سربني الرخكي بوشي چنك يا بيغنبري وحية يا خلكي رأيت وانانن يا بيغنبري خلت نابت بوشي چكوش كيستي خدي بيجت يا خلكي دي خلت بتن. احتمال هندك في آخفتني بيجن بيج باشا بيغنبري خدي صلاة خدي السرب مروكي أمي بي بيغنبري ناوي خواه يعني نزاني خاندون ونوستين نزاني بس بيغنبر نه حاشا مروكي نظام بي نزاني بنوستو بخينتن وإنما علمكي دي تري هابي بشكلكي دي في قوي قالك علمات مظنية الدنياية تو إيكي بينش همية مصدري مثلا بيجن إنشتاين عالمي إيكي بي تقريبا دنياية دا يفيزيائي اف مروفا لغتي عربي نزانت كتابك عربي كربا دستي دا نزانت بخينت انتو الجال اخفت بايا نزانت يعني اف مروفا امية يعني نزانت عربية نكو علم نينا وزانين نينا بجا بيغنبري خودي صلافت خودي سربنا كيان بيجني بيغنبري خودي امية رب العالمين علم وزانين يعني شاداي نزاني بخينتو بنوستن بس زانين تيجهشتن وحي رب العالمين يا داي خودي علمين شادتن و اجبر هندي ايك السبب توي وك علماء بيجن بوش رب العالمين بيغمبر ولي كركم امي بتن نزان بخين تو بنفستن وتشتي ناف خلكي الدف نبي
ده بس خالص يا خدي بما بيجتن اگر پیغمبر مروکی شهرزا با او مثقف با او تیگهشتی با او روشنبیر با او کتاب خوانده با او خلفیت که با وقتی پیغمبر با عالم اتاخد او حلاله او حرامه او بکن او نکن رأسا عالم داوی پسیاره جیکت اریا پیغمبر خودی او تیگهشتی نخواد بجی آن او وحیه رب العالمینی بما گوتی یعنی امیتا پیغمبری کاملیه يعني پیغمبر په امیتش نیکای تمامه کامله جبر چی دا چت تشتی بو منه بجتن اش غیری و زیدتر او خودی گوتی چت تشتی دل د پیغمبر نینه اش غیری و زیدتر او خودی گوتی اما که ما امیت الدف ما یعنی جهل نزانین که ماسیه و ام چون کی یعنی وت تشتی بخوش دورمانت خو ورگیرین هکه وجا ام وجی نزانین او جهله انما پیغمبر خود صلوات خود سربن کلام وی وحی رب العالمین جبر هند سرب چند جره یلا جره صحابیه وقت پیغمبر تشتک دگوت دا بشت یا رسول الله او وحی دا ام جلنا اخوین اونج او رایت یا دا ام رایه خسر بدین پک وحی با پیغمبر دا بشت وحی و هکر اخفتنا وی با رایه وی با دا بت او رایه منه و مناقشات کرون یلا جره پیغمبر چو سر رایه وانا الجلا تشتا چونکی رب العالمین بشتن وما ينطق عن الهوى پیغمبر خود صلوات خود سر بش نیک خوش اهوایت خوش تیگهشت نخوا اش یا زانین عردی پیغمبر نا آخفتن ابدا پیغمبر همی آخفتناوی این هو الا وحی یوحا جبر هندی آیت قرآن نگوتی وعلمو ان فیکم رسول الله پیغمبر خودی النافو یبو وحیت بیجتن اینا الویری پیغمبر صلوات خود سر بن يعني آخفتنا پیغمبری جی کریارت پیغمبری جی اوید گره دایم دینی و اواجی همی وحیه همی قرآن بس نه قرآن که هر حرف که تو بخوینه بده خیرانه نه او قرآن اوید بجتن او کلام خودی معناوی و لفظاوی هر دوش دف رب العالمینی نه سعد بن ابی قاص خودی جرازی بید صحابی پیغمبری بید بجتن اگر اسم رو وکم سیم رو و یعنی اس ایک جوانانم بجتن اجبلی وحیه فأنا سوى واحد من الناس أس إكش يعني جبلي وحي أس إكش فان مروفانم أجر وحي بيت خلاص يعني أس ديجو خادم وحي أجاش وحي دركت أجوكي خلك كيما دي رأي أخا بيجم بجد بجتن بجتن ثلاثة أنا فيهن رجل سيا استداب يعني وكي ظلام أنا وكي خلك كيما وما في وما وفيما سوى ذلك جبلي في فأنا واحد من الناس أسئك جوانانم بشتن ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى لا من ذكائه بشتنين من قول پیغمبري بحديثة كبما بشت إلا أتزانم صداصة الراستة أفا يش دف خدد بشت أفا الراستة ويا خدية إش بليا حديثة پیغمبري أجي وكي خلقه دي أقل خدم شولي إذن أفا پیغمبر بمات بشتن بشتن پیغمبر النافوه ده پیغمبر دوی آخفتنه بیجتن نش تگهشت نخواه و تجربه تخواه و زانی نخواه و معلوماتی تخواه بخش قوم خوار گرتین و انما همی او رسول الله پیغمبر خودیه هنارتی خودیه اذن امیت پیغمبری نزانی ناوی کماله و بو ما کماسیه بو پیغمبری کماله دا پیغمبر چطش تیدی تیره نبیجتن اش غیری وحی زه پیغمبری چووی نبی اش وی زیده تیره حتی پیغمبری دوگوتی اش مروفه کم وکی و بس فرقنا بين من ودا وحي بومتت وبوانائتا الفيري اگر امسح كيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم سربن يا وحيا عثماني بمد بجت يا وحيا رب العالمين بمد بجت چه معنى فيه؟ معنى في وحيا رب العالمين چه نابت انبيخين بن قانينا وو بجن دابر خب ديني وكا باشا وآننا ورأيت خواه وصحكيني وتأكيد كين وكا افتشتا چوانا ابدا ناكوتت بن مناقشه با ناکه به تو تقییم بکی کان چند باشه حتی چند دیه ناکه به تن که عقل حکمی سر بکیتن که باشه آنه همی تشتا عقل حکمی دکیتن بس تو وحی دا وحی حکمی سر عقلی دکیتن بو چی؟ چونکه عقل خلطت بد بس وحی خلط نابتن رب العالمی جبر هندید بشتن هکر پیغمبر گوه خوب دتوه یعنی اقتراحاتت و رأیت و چونکه دید هنده کهون گل تنگاویا و نخوشیا دا و دید تعب و زحمت بینن و افسانه یا وی دینی دید چلی ایتن دی بد زحمت جبر هنده ویگا وی گلک یعنی مروف وقتی دینید بیجن گل جا ام رأی خواجد که ناف دا یعنی هزرو بیرت خواجی الداف من او هوسا باشه دین یعنی
نخواشد بد اگر همه صافی مروبیت خود هود بیشد پیغمبر هود به صلاوت خود سربن یعنی گلک یا تازه یا و یا جه خودانه و یا بنجه و چو آخفتن و دانستاندن مناقشه سرنائد کرنی و جلویری چینا بتن آخفتنا پیغمبری بکفتن بن یعنی بحثو لی کولی نوه و لی بچینو که درسته و آنه و دا سحکینه و کی ام سحکین آخفتن دخواه اگر ام سحکین یا رب العالم اشتنه که پیغمبری خود گوه خواب دتوه هنده چکن ام تشوانی طبیعت ما ام حش نفسه خاتین دی بخواه بیجین او ابو ما باش ام حش طبقه خواه مروفات کن که ام تشوانی فقیر حش فقیرات تن حش زنگین آناکن دوی بیجین او بو طبقه وان باش بتن دی حش جماعتا خواه که جماعتا وی یا چوانه جش برهندی رب العالم بشت لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم هنده تعب و زحمت و نخوشی بینن إذن عقلي أجر ديف عقلي أم بتشين حدوده كهشوا ربي فاتشتي نزانتن هريك إيش ما يعني ديف ديف برجوان دي أخذ آخفتن وهري دي بخوي بجت أو بوي باش إذن كلي هات قلا تشتش ما شو وكي هندا يبحث فيلسوفات كن بيش تقول لمن يدعي في العلم فلسفة بجوي أو بجدن أزقلا فلسفة زانمو بيشتن حفظت شيئا وغابت عنك أشياء تتشتكي جبار كري تتشتكي تزاني بس قلا تشتدي تيجي تنزاني قلا تشتدي تري يلبرتا تبرزنا تنزاني إذن تشريعات تعردي شريعات وقانون تعردي رأي وانا دائما تن بدل كرني تن تعديل كرني أفا زيدا يا أفا بقهورا أفا جبينا داري احتمال هر تعديلات دي سر إن كرني وإن كرني وقتك هما دي رابط همشنا باب كرنا إتهم ميد الراكن إكادي دي نجهوي اگر پیغمبر خود گو قبضت ما ام دهو کینه و خلاتی دیف خلاتی و دماهی که هم مجلس اساسی وی خلاتا و جایا پیغمبری صلوات خود سربن همی شریعتی وی مطلقی درسته حقی یا راستی یا دفوی حکمت و بنجهی یا دفوی راستی یعنی خلاتی ابدا تیدانینه همی یا پیغمبریه چونکیش دف خودت بیشتن رب العالمين بيشت هنجي تشد بيجدن بيشت ولكن الله حبب إليكم الإيمان إبزانن پیغمبر خودي النافوة وهكي قوه خبدتوا دي قالك يا من تعبو زحمتي بس زانن پیغمبر خودي صلافت خودي السربن أو تشد كتن پیغمبر رب العالمين حجي كرنو فيانا إيماني يا كري الدليودا وزينه في قلوبكم يا كشخكري وطازكري الدليودا وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان رب العالمين كربتويش كفري فاكرين اش خل سرداتوني اش قنهي يا ولي كري قنها الدفتا يعني وقت مرو في قنها كي راسا مرو في تيكت شتن وكي مرو في تشتكي باش كي راسا كيف مرو في تيت مرو في تيت دلي مرو في فدبتن اولئك هم الراشدون ها افيد فيريك بيجرن حش ايمان بكن وحش كفرينكن افي سريكا حقيه نقطك ما ظن يعني يا ام باش هشيار بن دلي ما يدس رب العالمين دا اجا رب العالمين او ما باشی کرده برای خدا رب العالمینی افضل چلی کر کیفاوی هات و اگر مروی خرابی کر خلطی کر گناه کر دی برای خدا دف مروی مروف تیک چو بو مروی نخوشه یعنی مروف زانی صدا صد یعنی اسنی رحتم برای خدا ایک دی نویشه کد بش اسنی کار رحت بیم هندی نویش نکری از کرو کورمه جا رب العالمین خوشی یا کریت ایمان دا و باشی و بنجهیت ایمان دا ويال ديف توجيهات خدي وبيغمبري صلافة خدي السربن رب العالمين وقتت بجت ما ولكن الله حبب إليكم الإيمان رب العالمين حاجة كرنا في إيمانه يا كريد اللي ودا وزينه يا كشخج كري وكي مروف شو لكت كتموافقي قوتنا خدي كيف مروفيتيت بهنا مروفي فدبتن صبر مروفيتيت وكي مروف قلناها كجد كتن بهنا مروفي طنقد بتن وبو مروفي عاجزية كايلك نخش بسر مرو فيدا تدخاره. بجل فيري أجر رب العالمين حش إيك بكتن ديت شلي كتن حش كرنا ويدي خد لي خلكي رب العالمين أفا بيت شدبت ولكن الله حبب إليكم الإيمان رب العالمين حش ما كرد إيمانه كد لي مداد كيف ما يتب في إيمانه وأجر ما قلناها جيكر رب العالمين دي ما عقوبك نفسيا دي نفس ما تكتن بما نخشة الفيري ام لازمه چپکین ام لازمه دائما الدفيبچین ابا خودی گوتی یا پیغمبری گوتی دا دل راحتی بما چپبتن رب العالمین اتشت همیشه ولا بکتن بس ام نشین بکین دلی ما یدستوی دا
او چوا حسكتن دي قلبينتن رب العالمين فيا موسى پیغمبر صلوات خود السربن خلاص ببتن بچيكه كي بچيك بي وهاوت بي بحري دي بابت بي وكرت تابيت دوك رب العالمين بجتن ان يقذف فيه في التابوت فاقذف فيه في اليم بشتن بكن تابيت دا بافجن تابيت دا نهم بت هي دي بكد نا بافجا تابيت دا نجيره ترسا مادام خديه خديش دي راجرتن وهموي تابيت جي بافجا يعني نترسا بافجت بحري دا قذف اواب تشتكي بافجي ان يقذف فيه في التابوت فاقذف فيه في اليم وبافجن تابيت دا وبافجن بحري دا فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له واف تابيت دا شت برداستيوي اوي دجمني من ودجمني وا عدو لي وعدو له عدجمني مجيكا ويويجيكا والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني وحج كرنو فيانا افي كفر عوني ليد جرهتن افي بكوجتن حج كرناوي كدليدا ولكر كمالاوي قانع ببلا با افا كرما بتن حج كرنو فيانا ويكرتيدا كي افدلا ولكر كو حتى جنا فرعوني حج بي بتشي كي بكتو خدان كتو مازن كتو وفرعون السرد سردستيوي بشتن رب العالمين يوسف بيغمبر رب العالمين وقت وصات شي بيكو بري مصري وهنارتي و إيكي بخاكري عزيزي مصر تشيقوت مالاخوة وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقتي كري قوتي قال قدري في بيرا مثواه يعني جهيفي بلا قالك أبي قدر قيمتك ما ظن داف مهاي بلا بتكرم أم دي فايدك جيكين أنجي هما كرمة بتن وكذلك كد مكننا ليوسف في أرضي ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون رب العالمين يدبجتن رب العالمين يشليكر ما يعني يوسف قائم كرت عرديدة وما يعني تأويل يعني يا خوناني شادة أو تشتي رب العالمين فيا يجهان دي ورب العالمين هيك تشتي فيا دي شليك دي ما ظن كتشبيني إينا داري جبارك وشتنا برا خلاص كر إجبيري إينا داري إش عبدينية خلاص كر إش بيلان الجنا خلاص كر وكر عزيزي مصري وعزت وكرامات ياهي إذن رب العالمين هكر تشتي حسكر كسنشت أخ ياوي بدل كتن جبار هندي قوي خبدين قوتنا خودي هكا خودي تشتاي حسكر دي او تشيبتن فرعون دفيا بشي كاب كشت سرا بشي كاكي بشي كهمي كشتن و اوي دا فرعون سر دستيوي تشوي فرعوني او بدستي خل مال اخو خدان كر افا كي كرا افا خودي خودي تشيد في شولي بكتن دجمن مروفي والي بكتن كو ببتن هفالو هاري كاري مروفي الفيري رب العالمين اكر حاجة كرنا خواه اخز دلي ايكي دي مخلوقات هميا ولكن حجبكن افايكو حجكرناوي دي اخذ دلي خلق دا وهك ايك نافياجي كربت يعني شويش ايكي فابين دي ويمرو في تشليكتن دي عقوباتتن او عقوبات شيا او عقوبة افايا دي كرب وعيناتا ونافياناوي كفت دلي خلق دا الفيري دي سامدين سر في آياتي وعلموا أن فيكم رسول الله بيغمبري خدي النفوة قهداري أوي بكن ويبوات بيجتن وشو تشتي دي تريجه الناقرن داهم كمان خشيا خشيا دا قال جرى إنسان وكي يعني خلطيك يقولنها كيت كتن دي بار خدي تيك شو حتى أنا مروفة مروفة كي نا يب سرمان جبتن بش مروفة كي يعني بس أفقا بحسي أوروبا تكين كل ديف خدي ناشن مصترين إيش النفوانات بجنك آبا يعني اف مروي تير بج دنياي نخود فيتو نكسد فيتو حش تشتي ناكيتو تشتي بيت برسينجيج ابدا يعني شو غورينا نايختي ومسترين نسبه ديناتيه في غافيال وير بيدات برشي هنديش دنياي تيربين ورب العالمين تشد بش خدي نفسك ديناي اگر تاينا سرك خدي دي باشيكت اگر تبرس تريكا خدي نشانه دا دي خرابيه كتن ونفسي وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها خذي نفسك داي اتشيت خراب يجبكت اتشيت باش يجبكت او كسي بري نفسه خبد باش دي افلحي بينت يبدت خراب يجي دي خواجي خسارات كتوي نفسي جي خسارات كت بشت مروفاكي اخفتنا خبد ما هيك بينين مروفاكي بيل بشيكا كينا سيارة وكسي نديت اف مروفا تشو واو بشيك هات كشتني اف مروفيها ايشكا نفسي قرت بشتن بست روجا أفمرو فما نتشيا بنبت
اینا چو دف دکتری گوته دکتر مشو لکی حصه ی کریو کسب نه حستن دکتری گوته علاج تا اویا تبچه اعتذار بخوازه شوان مروفا او تو خیناوی بچی کی بده او تو دیباب توی رازی که شنیکا تو در راحت به هندی تو اوینا که ابدا راحت بوتنیلا اینا اف مروفا چو خینا کا مازن دا و بیت پشت هنگه اجوینا خوشی خلاص بی اذن او تشتی رب العالمين يقول لك إن الله حبب إليكم الإيمان قاوات باشيكر دي خوشي بيني وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان رب العالمين إيمان وكفر نزيك إكنابن وكي مروفي خرابيكر دي خوشي نابين الدنيا إذا نفس مروفي رب العالمين هو صيا شيكري بفتشان دي أمهاتين دمهيكا في خلقك وحتى إكادي رب العالمين قال مهم يابتن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.